بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم مبارك ركاز، ممثل قبيلة تركز ابناء قبائل الجنوب. جئنا لهذا المهرجان تلبية للنداء اللي خصونا به اخواننا قبيلة اولاد بوعشرة لحضور هذا الملتقى اللي هو ملتقى ما بين قبائل الصحراء القاطنة، ابناء قبائل الصحراء المتواجدين في منطقة سوس. بالنسبة للعلاقات القبائل الصحراوية فيما بينها هي علاقات متجذرة في التاريخ، خاصة أن هذه العلاقات كانت تمتد إلى تخوم الصحراء جنوبا، وكانت أيضا في إطار العلاقات التجارية ما بين الجنوب والشمال كانت هناك مجموعة من القوافل الصحراوية اللي كانت تحمل مجموعة من المواد التي كانوا يعني يعملوا على تبادلها مع مختلف القبائل الأخرى الموجودة أساسا في المنطقة. وهذا الاستقرار اللي المتواجد الآن هو يعني عنده جذور تاريخية طويلة. بالنسبة لطبيعة العلاقة اللي كتجمع قبائل الصحراء هي علاقات أخوية. هذا المهرجان وهذا الموسم هو في الحقيقة يعني نقطة تواصل ما بين مختلف هذه القبائل في إطار يعني العلاقات التي تربط أبناء هذه القبائل في منطقة سوس. كاين هنا مجموعة من الناس اللي جاوا من الجنوب تلبية لنداء قبيلة أولاد بوعشرة للتواصل والتلاحم فيما بين هذه القبائل المجموعة، على أساس أن يتم التواصل يعني تجديد العلاقات ما بين هذه القبائل، سواء كانت قبائل آتية من الجنوب أو القبائل المستقرة هنا. وهذا النسيج القبلي الموجود هنا هو نسيج يمثل كل أو مختلف قبائل الصحراء، فيها أولاد بوعشرة، في قبائل إيتوسا، في قبائل تركز، في قبائل إيس إبراهيم، في قبائل يعني مختلف القبائل الموجودة أساسا بالجنوب متواجدة هنا. هذا المهرجان في الحقيقة هو نقطة تواصل ما بين هذه القبائل على أساس أن يتجدد اللقاء. بالنسبة لهذه النسخة هي النسخة الثالثة من يعني مهرجان، وهذا المهرجان في الحقيقة يتطور سنة بعد سنة وتتواصل فيه كل القبائل على أساس أن يتم هذا التواصل في إطار يعني أخوي صادق يعني ربط أو لتتميل العلاقات الموجودة أساسا بين مختلف مكونات هذه القبائل. نشكر قبيلة أولاد بوعشرة على هذا المهرجان الذي يعني ساهموا من خلاله في ربط مختلف القبائل بين أو مختلف العلاقات الموجودة بين القبائل، خاصة المتواجدة هنا والتي لها امتدادات في الجنوب. بالنسبة لهذا المهرجان هو في الحقيقة مهرجان يتطور سنة بعد سنة، ونتمنى له مستقبلا زاهرا على أن يحقق الأهداف المتوخاة منه، وهي محاولة ربط الشمال بالجنوب وربط يعني أو تجديد العلاقة بين مختلف مكونات أبناء القبائل. من منظمي مهرجان ملتقى الخيمة الحسانية بأيت وقمار جماعة الصفا إقليم شتوكيت باها، فعلا نعيش لحظات جميلة داخل هذا الفضاء أو القرية، قرية المهرجان اللي هي تجمع مجموعة ديال الأمور اللي كتخص أهل الصحراء، فقرات متنوعة فيها معارض، متاحف، أيضا هناك يعني سباق الهجل والتبوريضة، هناك تكريمات، هناك مسابقة للشعر، هناك مسابقة للشاي الصحراوي بالجيمات الثلاث، لحظة نعيشها وصراحة ليس لا يضاهيها إسهاب من خلال يعني استحضار طقوس وعادات وتقاليد أهل الصحراء، وكأنك تعيش في واحة فيحاء، واحة بها الفريق اللي هو الفريق اللي فيه مجموعة من المكونات اللي كتم أهل الصحراء. عاد جينا باش نشاركوا في المهرجان النسخة الثالثة اللي منظمته قبيلة أولاد بوعشرة، وجينا مشاركين بصفتنا من شباب قبيلة تركز بتماعيت، وهذا الحمد لله يبشر بتلاحم القبائل، ونتمنى الاستمرارية لهذا المهرجان باش تبقى دائما تلاحم بين القبائل. المهرجان هذا اللي ينظمه أولاد بوعشرة هو مهرجان ناجح، ونتمنى من جميع الدواوير او بعد يشاركوا في هذا المهرجان هذا، لانه كيعطي واحد السمعه ويعطي واحد تمو للقبائل
جميعا وشكرا. مرحبا بكم سيدي عند اولاد بوعسره فيتوا قمار، مرحبا بكم في هذا المعروف اللي جامع اولاد بوعسره فين ما كاينين، ياك عرفتوا هاد الناس كامل اللي جاوا عندهم، وهذا اولاد تركز حتى هما الله يعمرها دار ويتوسا ولا هاد القبائل كامل اللي كان هنا، حنا كنشكروهم والله يعمرها دار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا وقبل كل شيء كنشكر هاد خيمة الحسانية، وكنشكر الناس اللي منظمينها وصاهرين عليها، وكنشكر القبيلة ديال أولاد بوعشرة، وأشكر قبيلة تركز، وأشكر قبيلة أيتوسا، وأشكر جميع القبائل الصحراوية. وكنقول لهم هذا المهرجان اللي درتو راه مهرجان رائع وزاهر وراه الخير تبارك الله، اللهم بارك كما كنشوفوا الناس، ها الخيام، ها كل شيء كاين هنا، ها التبوريده، ها جميع المسائل كاينين. السلام عليكم بعزيزي الاولى، رانا مكبرين هذه القبيله الزينه وفرحانين بهذا المهرجان، والله ينصر مالكنا ويهدى الاوطان وما ما هذا الشيء كامل صالح. بالنسبه لنا احنا تركز تاعنا عايد، رانا جينا للمهرجان ومرحبا وسهلا بكم وخيرتوا هذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا اللي يتكلم محمد ولد ويداح ولد علي ولد الحسن باسم قبيله تيتوسا، وممثل جمعيه زاوية تيتوسا للتنميه بدوار العرب الحاشيه جماعه الصفا اقليم شتوكا اتباعهم لنا. رانا نهنوا هاد الناس اللي دا قاموا بهذا الخير، هاد المبادره هذه، هذا اللقاء الثالث وهو لقاء تبارك الله ان شاء الله يكون ناجح وناجح 100%. باسمي وباسم القبيله نهنوهم ونشكرهم على هذا الشيء اللي داروا، لان هذا الشيء زين، هاد الطورات زينات، وهذا اللقاء زين، وهذا الشيء كيفرح في القبيله كامل. وحنا جهه سوس مسر ان كامل لا واحد فيها، كامل تكنا واحد، ما فينا فرق لا هذا من دون هذا في اي حاجه، في الساره في الضاره. ونشكروا السلطه اللي حتى هي وقفت معانا هنا تيان وحاضرت وواقفه من عون السلطه، ولا من الدرك الملكي، ولا من القوات العموميه، كامله من العماله من قائد الصفا كلهم، رانا نشكرهم على هذه الوقفه اللي وقفوا معانا باش ينجح هذا الخير ان شاء الله. المره الثانيه يعود خير في خير، ونتمنوا الخير لهذه القبيله اولاد بوعشرة، نتمنوا لهم الخير والله يعاونهم ويصلح امورهم ويبعد عنهم شي محالي بركة رب العالي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.